يعني التوسع في المستشفيات طبعا لاستقبال المرضى او المشتبه فيهم، دي خطوه كويسه جدا. طب يا دكتور، احنا داخلين على خطوه مهمه جدا، او داخلين على مناسبه مهمه جدا اللي هي، او فتره مهمه جدا اللي هي العيد. وانا يعني شايفه وكلنا شايفين انه الناس بتستعد ان هي مش بس تسافر، يعني احنا بنقول اللي مسافر وعنده مكان هيقعد فيه ومش هيخرج اوكي، لكن للاسف الناس بتتفق يعني انها تتقابل وتتجمع، والناس مش في بالها ابدا. فحضرتك تنصح بايه؟ يعني ايه النصيحه اللي ممكن نقدمها للناس، خاصه واحنا داخلين على العيد خلاص كمان كام يوم؟ يعني أنا خاطب ضمير المصريين وليس وعيهم. حلوة دي، ضمير المصريين وليس وعيهم. كويس. الدولة أحييك. المصرية دولة قوية جدا، القيادة المصرية قيادة واعية جدا، لكن لازم نقف كلنا في ظهر مصر. العيد جاي كتير وهيبقى فيه أعياد كتير لو احنا خدنا أقصى درجة الحظر. دي مش أجازة، دي فرصة إن احنا نهدى ونبعد، والتباعد الاجتماعي يبقى مهم جدا. كويس، انا ما بقولش عزله اجتماعيه، انا بقول تباعد اجتماعي. العيد اجازه ان احنا نريح شويه وندي فرصه للمنظومه الصحيه انها تاخد اجازه شويه. لو احنا خدنا العيد ان احنا هنتجمع سواء في الكرة او في بيوت ويبحث كده اسمه حظر، حظر، لا انا مش عاوز حظر، حظر انا عاوز حظر اجتماعي. ارجوكم الحظر الاجتماعي. طيب سؤال مهم يا فندم دلوقتي، لو مثلا حالة مصاب وعنده كورونا ونزل المية وفي شخص آخر في المية، هل ممكن يحصل عدوى داخل هو حمام العدوى سباحة، داخل البحر، داخل يعني؟ مش هنشر معلومة كاذبة، لا، لكن لو عطس، لو كح، كويس، لو زعقوا مع بعض هم بيلعبوا الشوتينج، كويس، او تقاربوا مع بعض عشان هم يعني بيرفعوا مع بعض في الميه، دي كلها عوامل خطوره، لكن وجودهم في الميه نفسه لا يمثل، الميه نفسها لا تمثل خطوره. لكن الخطوره في التقارب، كويس، اللي داخل المياه. او ناخد بالنا ان الكحه او السعال والعطس، كويس طبعا، والبصق، ما هو وان احنا وارد طبعا يكون نتكلم تعبان. بصوت عالي، الكلام بصوت عالي او الزعيق حتى لو بهزار، مش لازم يكون بنزعق يبقى احنا بنتخانق، ممكن الزعيق ده، كل دي عوامل لانتشار المرض. من تاني انا بخاطب وعي المصريين وضميرهم، حافظوا على نفسكم، كويس، حافظوا على اهلكم، كويس، علشان احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا وقادرين نعدي هذا الوباء بتكاتف كل المصريين مع بعض. طيب فندم، في أسرة في المعادي كانت بتشكو وبتناشد الناس من تنمر بعض من الجيران، ان هم مصابين بكورونا وبيمنعوا حد يطلع لهم، حد يجيب لهم حاجة، ان هم يطلعوا من بيتهم، انه ولا الصيدلية حتى توصل لهم. في حالة ان الكلام ده فعلا انه حقيقي، لانه انا شفت انه في جار طلع نفى وقال انه مفيش حاجة زي كده وبالعكس. طب خلينا نتكلم على انه الحالة واقع، واكيد في حالات زي كده بتحصل مش حالة واحدة، الجيران ننصحهم يعملوا ايه غير ان هم طبعا يبقى ان هم يتنمروا؟ ده لا، يعملوا ايه؟ عايزين ننصحهم. بس ما يعني هذا مرض ليس مرض جنسي او مرض يمثل اي خطوره او اي وصمه عار. زي ما ايوه حضرتك قلتي، في اكثر من ملايين على مستوى العالم عندهم هذا المرض، وهو مرض تنفسي ولا ينتقل. عشان انا قاعد في بيتي وانت حضرتك، ده هو لو قاعد في اوضته لوحده لن يصيب جاره، ده هو لو قاعد جنبه وبين اللي بينه متر ونص لن يصيب اللي جنبه. دي ايوه معلومات خاطئه. احنا بناخد حذر في شيء غير صحيح، ولا ناخذ حذرنا في الشيء الصحيح. احنا بنتكلم واحد قاعد في شقته، كويس، والعزل المنزلي هيبتدي للحالات البسيطه، كويس، بالعكس احنا نساعدهم، ده احنا هو ده اللي احنا نجيب لهم طلباتهم، احنا نوصل لهم حاجاتهم، لان هو لا يوجد خطوره على اي حضرتك واحد. بتقول دعوة مهمة جدا يا فندم، بس يا ريت الناس تسمعها. بس احنا ده يحصل بس برضو مع الإجراءات الاحترازية اللي هي التباعد الاجتماعي، صح؟ بالظبط، والمريض هيبقى ماشي لابس الماسك بتاعه، واهل بيته هيبقى لابسين الماسك بتاعهم، واللي داخل هيبقى واحد بس بيخش عليه، لكن كمان الجيران لا توجد اي خطوره، وانا اؤكد على هذا الكلام، على اي جار، حتى جاره اللي جنبه في اقرب حاجه ليه. يعني لو المصاب مثلا نزل على السلم او مسك
حاجة مش ممكن لو جار تاني طالع أو نازل وبيجيب أسانسير ماسك ترابزين السلم، هل مش ممكن يجيله العدوى من اللمسة دي؟ أشكرك على هذه الملاحظة. مريض العزل ما بيخرجش من أوضته إلا للضرورة القصوى، فأكيد مش هيخرج من بيته. طب تاني معلش حضرتك توضح النقطة دي مهمة جدا، حضرتك تقولها مرة تانية. المريض الذي يعزل في منزله ما بيخرجش من أوضته إلا حالات الضرورة القصوى، أيوة وهو غير مسموح له بالخروج من البيت. دي رسالة مهمة جدا جدا كويس. لكل مصاب الحقيقة يعني. طب هل مسموح إنه حد يدخل له الأوضة يحط له أكل مثلا ويخرج؟ طبعا مسموح له، ما بس يحصلش بشرط، عدوى؟ بس بشرط ان يكون المريض لابس الماسك الواقي ليه. وهنا باكد على نقطه، ان وزاره الصحه المصريه والقياده المصريه هي من الدول الوحيده في العالم اللي مش بس بتصرف للعيان علاجه في البيت، بتصرف معاه ماسكات ليه ومنظفات ليه خاصه. فالمريض اللي هيخرج على العزل المنزلي مش بس بياخد دواء، لا، بياخد ماسكات عشان حمايته الشخصيه وحمايه افراد اسرته، وبياخد منظفات يعني لليد وكحول لليد عشان يحميه، واذا ما غسلش ايده بماء الصابون هيبقى جنبه ادويه الكحول وما شابه، فاهم ليه؟ ان هو ينظف ايده ويعقمها. تمام. مسموح ان حد يخش له؟ اه، حد بيخش له، هو لابس الماسك واللي دخله لابس الماسك، والمسافه التباعد الاجتماعي هي متر نص لمترين، بتاكد عليها، وفي كتيب بياخده المريض مشروح لكل ده فيه. دكتور حسام انا هختم بكلمة حضرتك ان احنا بنخاطب ضمير المصريين وليس وعيهم. نشكرك جدا دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة.